يبدو أن العاصفة الهوجاء التي هبت من كاتالونيا على العاصمة الإسبانية مدريد وأسفرت عن إصابة شباك النادي الملكي ريال مدريد بأربعة أهداف في مقاله سانتياغو برنابيو أمام أف سي برشلونة، هزيمة كادت أن تعصف بقائد ربان سفينة الميرينغي رافائيل بينيتاز من قبل فلورنتينو بيراز الذي سلم من مقصرته مدرب الأبيض الملكي، خاصة في ظل انتشار أخبار أكدت العلاقة السيئة بين المدرب ولاعبيه، ضف إلى ذلك تراجع أداء الفريق مؤخرا. جلد المدربين بعد الندوة الصحفية أعاد الثقة في مدربه رغم الهزيمة القاسية التي أسفرت عن خسارة النقاط الثلاث أمام الغريم الأزلي أف سي برشلونة وتدحرج الريال للمركز الثالث بعد أن ترك الوصفة لجاره في العاصمة أتلتيكو مدريد. إن اجتماع اللجنة التنفيذية أرادت بقاء المدرب ليواصل عمله بالشكل الصحيح لنتركه يقوم بعمله. بيراز لم يخفي في مؤتمره الصحفي الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن قرب مغادرة الدون للقلعة البيضاء للالتحاق بنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ضاربا عرض الحائط كلما تم نشره من قبل الصحافة عن اتفاقه مع رئيس النادي الباريسي الخليفي. كريستيانو لم يطلب من أي أحد إقالة بينيتاز، وأنا لا أفكر إطلاقا في بيعه، إنه نجم الفريق الأول. وبين هذا وذاك يبقى الأكيد أن الهزيمة الأخيرة ضد الغريم برشلونة في كلاسيكو المعمورة هي من أفرزت هكذا معطيات، وكانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، خاصة فيما يتعلق بعلاقة بينيتاز بالدون كريستيانو رونالدو. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل وفق بينيتاز في قراره بالإبقاء على مدربه، خاصة وأن فئة قليلة تؤيد هذا القرار، في حين ترى فئة كثيرة من مشجعي الميرينغي بأن موسم الملكي قد انتهى مع بقاء هذا المدرب.